ازيكم يا بنات وشباب. النهاردة الفيديو هيكون عن ريفيو عن الشامبو والماسك بتاع مورفوس، زائد عن شوية اخطاء انا كنت بعملها الفترة الاخيرة بوظت لي شعري، فحابة ان انا اشارككم بيها. اول حاجة انا جربت من الشامبو ده اللاين بتاع الكولاجين اللي هو الشامبو ده والماسك، وكنت جربت النوع اللي هو التاني ده اللي هو بالايه، مش بحاجة، مش عارفة، هو مكتوب عليه بالتركي. اول حاجة هو سعره يا جماعة 160 جنيه، تمام؟ انا جبته ب160، نفس سعر ده. مش عارفة بصراحة انتوا بتجيبوه منين رخيص، بس انا جايباه ب160. طيب اول حاجة عايزة اقول لكم ان الشامبو انا جربته بقالي مرتين، الشامبو ما بتحتاجوش وقت طويل، يعني غير لو كان بيعالج التساقط او حاجة. الشامبو كويس بس مش واو، يعني هو حلو مش وحش، حلو بس مش الحاجة الواو قوي، يعني جميل وكويس بس في حاجات احسن منه. النوع ده كان احسن، ده احسن، ده يعني كويس بس ما عجبنيش قوي. طب هنيجي عند الماسك. الماسك انا جبته ب85 وحجمه كبير زي ما انتم شايفين كده، حجمه كبير بصراحة. ترطيبه على قده، مش ترطيب قوي قوي، لا ترطيبه على قده، ويعني هضطر ان انا احط معاه شوية زيت وشوية عسل عشان ترطيبه يبقى اكبر ويبقى ترطيبه اعلى. بس الشامبو والماسك عاديين، مش حاجة واو، لا عاديين قوي. الشامبو ده كان عجبني اكتر، دي اول حاجة. هندخل بقى على شوية الكوارث اللي انا عملتها الفترة الاخيرة واللي عايزة اشارككم بيها. اول حاجة، اول كارثة، ان اول لما شامبو ينشف لكم شعركم قوي، خصوصا خصوصا لما تكونوا عاملين صبغة، اوعوا تستمروا عليه ابدا، حتى لو كان هو مفهوش مادة الصلفيت والسيليكون، ماشي هو مفهوش المواد دي، بس ده مش معناه ان انت تنشف شعري قوي. هنشف شعري قوي وانا شعري اساسا ناشف من الصبغه، اللي هيحصل ان انا شعري هيتقصف جامد وهيقع، فانا ما حلتش حاجه يعني. وانا طبعا بحتاج ان انا احط روتين منتجات ما فيهاش السيليكون والسلفيت، عشان انتوا عارفين الصبغه بتتطلب ان انتوا تستعملوا حاجات كده. فالشامبو ما عجبنيش بصراحه للامانه، كان بينشف شعري وانا اصريت عليه ولا هستعمله، لا هيخلص، ولا انا جبته غالي ومش عارفه ايه. لا ما هو غالي بس انا شعري اغلى، فدي اول غلطه انا عملتها. تاني حاجه، انا كنت بستعمل السبراي ده على طول بعد لما ارش شعري، يعني بعد ما اغسل شعري بميه وشامبو او مرشه منه، ودي اكتر حاجه غبيه كنت بعملها، لان السبراي مش كويس استعمله كتير وبينشف الشعر وبيهيشه جامد، فما كانتش حاجة صح ابدا. فده برضو من الحاجات اللي انا ندمت ان انا عملتها بصراحة، وكنت بفضل اعمله فترة، بفضل اعمله فترة وهو فيه نسبة كحول. طب الحل بتاعه ايه بقى؟ ان انا استنيت شعري ينشف تماما، وبعد كده ببل الفرشة السيليكون بتاعتي اللي هي بتاعت ويت، وبسرح شعري، شعري بيبقى كويس وزي الفل وجميل قوي. طيب بعد كده هنيجي عند الكارثة ده اللي انا ما زلت بعالج شعري منه، الكريم بتاع مينك اللي هو جوز الهند. الكريم ده ترطيبه تحفة للشعر، تحفة تحفة، ترطيبه رائع وسعره رخيص قوي وبيقعد معاكم فترة، بس بيوقع الشعر بشكل سيء جدا جدا جدا، بيوقع الشعر جامد قوي قوي قوي. فبالنسبه لي المنتج ده سيء قوي، فانا مش هجيب منتج رخيص خالص تاني في الترطيب، غير يعني ايه لو حاجه ناس تشكر فيها وهستعملها مش بشكل كبير للامانه. يعني اقول لكم بقى ايه عشان برضو تبقوا عارفين، وانا كمان في حاجة تانية عايزة اقول لكم عنها،
مش هستعمل منتجات للاطفال تاني، لان منتجات الاطفال غلط وبتوقع الشعر مع الوقت. تمام. طيب ايه تاني كنت بعمله غلط؟ كنت بجيب حمامات كريم تقيلة، بس دي كنت بعملها زمان قوي، واستعمل بعدها او قبلها شامبوهات كريمية بحجة ان انا ازود الترطيب المكثف لشعري، عايزة بقى شعري يبقى ترطيبه عالمي، فاجيب شامبو كريمي زي لافيا، كاريتيه، بانتين، بلينس، انواع التانية اللي انا كلمتكم عنها، واجيب حمام كريم ترطيبه عالي وتقيل زي ايفستراند او غيره يعني، واحطهم بقى على شعري وبس كده. ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هما تقال قوي على الشعر فبيسببوا لي تساقط، مع ان الاتنين كويسين وكل واحد لوحده مش هيعمل مشاكل، ده غير ان هما بيخفسوا شعري فجأة وشعري بيبقى ما فيش فيه غير شعرتين، فبرضو ده من الحاجات الغلط جدا جدا. في حاجة تانية كمان، ان انا كنت جربت بس ده برضو قبل كده، ان انا استعمل بتاع حراز ده الحمام الكريم على فروة شعري بحجة ان هو اصل هو طبيعي ومعرفش ايه ومن زيوت والكلام ده. مفيش حاجة تتحط على فروة شعر غير لو كانت طبية ومكتوب عليها الموضوع ده ومكتوب المكونات بتاعتها، لكن حمام كريم من اللي هم العطارين حراز والكلام ده لا، انا بحبهم على فكرة، بحب المنتجات بتاعتهم، بس حمام الكريم بتاعهم مش كويس في ان هو يتحط على فروة الشعر، لكن كمرطب للشعر هو تحفة. تمام، يعني كحاجة بترطب الشعر هو تحفة، لكن يتحط على فروة الشعر لا. طيب في كمان حاجة تانية، ان انا ما اروحش يبقى شعري خفيف، ده بقى منتج مشهور، واستعمل كريم زي بلس ليفين كريم. بصوا يا جماعة، اللي شعره خفيف يستعمل ليفين كونديشنر، لان ده تقيل، القوام بتاعه تقيل وياخد الشعراية ويبقى تقيل عليها ومش هيديها فوليوم. اهتموا بترطيب شعركم، لو شعركم خفيف واستعملوا موس للشعر زي موس بتاع انلايفن، لكن هتستعملوا كريم ليفين كريم تقيل هتبوظوا شعركم صدقوني، هتخلوا الكثافة بتاعته قليلة ومش هيبقى كويس. تمام، ويعني اتمنى تكونوا استفدتوا طبعا من تجربتي مع المنتجات، واشوفكم على خير فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وبس كده.